الواحد برضه لما بيرجع البيت بيبقى مبسوط يعني الصراحة، يعني it's good to be back. النهاردة تروحت أنا واحد صاحبي نخلص مصلحتين الصراحة، يعني في المصالح الحكومية الجميلة، والواحد رجع مصدع وزهقان وطهقان ومتعصب والكلام الجميل ده، فقلت أخش أنام لي شوية كده لأجل الصداع يروح، يعني ما راحش برضه. فاليوم التاكل في المشوارين او في المصلحتين اللي هم المفروض في العاده ما ياخدوش وقت. يعني ها موقفين حصلوا لي وحصلوا له. يعني اول موقف، رايح اخلص المصلحه في المصلحه الحكوميه ديت، فطبعا بتحتاج صور، فالواحد بيكون متصور وعامل حسابه للموقف اللي زي دي، وغالبا الصور اللي بتبقى مطلوبه في الاماكن دي بتبقى بيقول لك اقلع النظاره، يعني عايزها من غير نظاره مش عايزها بالنظاره، يعني حاجه المفروض ان من غير النظاره دي رسميه. فالمهم اديت له الصور من غير النظاره، قال لي ايه ده بس انت بتلبس نظاره؟ لا انا عايز صوره بالنظاره. قلت له يا باشا تحت امرك، كنت جايب المحفظه معايا برضو صور بالنظاره، فبطلع له ساعه ما لقى ان معايا صور بالنظاره قال لي خلاص خلاص مش مشكله. فكان شيء غريب جدا مع نفس الشخص برضه. صاحبي ده راح له بالبطاقه بتاعته، بيداله صوره البطاقه، يعني صوره البطاقه دي حاجه اساسيه في الحاجات ديت، فمكتوب له محاسب قانوني كويس. قال له لا انا عايز شهاده تخرجك اللي هي مكتوب فيها حاصل على بكالوريوس تجاره. قال له يا باشا ما هو مكتوبه هو محاسب قانوني، يعني محاسب قانوني دي معناها ان الراجل اللي بيطلع لي البطاقه شاف شهاده الكليه ومش عارف رحت اشتركت في النقابه وحوارات، يعني الموضوع مش سهل خالص انك تكتب مهنتك، يعني حوار ولفه برضه. فقال له لا انا عايز الشهاده عشان تثبت لي ان انت راجل محاسب. ف الراجل صاحبي ده راح لمدير الراجل ده، قام المدير قال له مكتوب له محاسب انت عايز ايه تاني؟ فالفكره ان الراجل ده بيتعمد توقيف او تعطيل المراكب السايره، مش عارف ايه اللذه الساديه الغريبه اللي بيشعر بيها لما يعجزك ولما يبعتك تاني. طب يعني الراجل، يعني سبحان الله، اللي باين لي الموضوع ده قوي ان انا لما خلاص اكتشف ان انا معايا صور بالنضاره قال لي خلاص مش مشكله. طب يعني لو ما كانش معايا صور بالنضاره كنت هروح اصور تاني وارجع له حوار. ف سبحان الله، يعني انا عارف ان الكلام ده ملوش لازمه، اي نو، وعارف ان الكلام ده بيلمس مع ناس كتيره جدا لمواقف حصلت لهم في نفس الحاجات دي، بس للاسف الكلام ده ما بيغيرش من الواقع شيء للاسف. بس هو الواحد يعني بيفضفض شويه علشان لو تناه كابس جواه كده هينفجر. يعني ف الفكرة انت بتستفاد ايه؟ يعني لما تعطل مصالح الناس كده ده انت يا اخي ربنا هيجازيك خير لو سيرت مصالح الناس، انما انك تعطلهم وانك بتستمتع بالتعطيل ده. بس الواحد يروح يحلق احسن وكفاية كده. هو الصراحة يعني أنا ما صورش حاجة النهاردة لأن مفيش حاجة تتصور، اليوم كان بائس شوية خاصة الوقت اللي ضاع، يعني زي ما قلت من شوية. لكن اللي فعلا فرحني النهاردة هو إن سعد الدين كوبك اتقتل في مسلسل أرطغرل. يعني اللي متابع المسلسل، الراجل ده ما كانش بيموت، تحس إن هو يعني بيتحط في كل مزنق وبيطلع منه، بس الحمد لله أخيرا اتقتل، يعني أو قتل أو قطع رقبته. فان فاكت او يعني حاجة كده يعني غريبة جدا، الراجل ده كان مؤذي حتى بعد موته. يعني سمعت ان لما اتقطعت رقبته، لما اتقطعت راسه، يعني راسه وقعت على واحد موتته. يعني شوف مدى اذية الراجل. يعني طبعا اللي بيتفرج على مسلسل ارطغرل هيريليت او هيربط الموضوع ده، بس يعني دي الحاجة الوحيدة اللي كانت كويسة النهاردة. في فكرة فكرت فيها النهاردة بسبب المعاناة اللي أنا بعانيها واللي غيري بيعانيها وإن أي حد
بيروح يخلص مصلحة من أي مكان بيعانيها، إن هو بيقعد يطلب منه ورق ويرجعه تاني ومش عارف يقول روح هات الإيه ومش عارف إيه والكلام ده كله. فكانت النصيحة العامة إن أنت لما تروح أي مصلحة خد ورقك كله معاك، خد شهادة ميلادك وصور ليها، خد بطاقتك طبعا وصور كتير ليها، خد مؤهل الدراسة، خد شهادة الجيش، خد كل حاجة ممكن الناس دول يحلموا إن هم يطلبوها منك. بس بعد شوية تفكير لقيت يعني ليه ما فيش مثلا حاجة زي أبليكيشن يساعد الناس لما يروحوا يخلصوا، يعني عايز يطلع بطاقة بدل فائدة، أو عايز يطلع باسبور، أو عايز يقدم على رخصة. أبليكيشن كده يجيب لك التيبس أو الحاجات اللي أنت محتاجها، يعني مثلا لو أنت رايح تطلع باسبور فأنت مش عارف محتاج 3 صور خلفية بيضاء، يعني أنا مش متأكد يعني بس بقول كده، محتاج شهادة الجيش، محتاج شهادة المؤهل، محتاج مش عارف كام صورة البطاقة. أبليكيشن فكرته بسيطة من حيث التنفيذ، ولكن هو بيحتاج بس شوية جمع للديتا. أعتقد دي فكرة هتفيد ناس كتيرة جدا وهتكون مربحة للقائم على هذا التطبيق، يعني تحط إعلانات جوجل فيها، كمية الناس اللي هتستخدم التطبيق ده وهو رايح أي مصلحة حكومية، فعدد اليوزرز هيبقى كتير، وبالتالي يعني أعتقد إنه هيبقى فيه مكسب كبير جدا. يعني فدي فكرة بمليون جنيه للي عايز يطبقها أو اللي عايز ينفذها أو اللي عنده الإمكانيات إن هو ينفذ أبليكيشن أو يعمل أبليكيشن بس مش لاقي فكرة. يعني فدي فكرة يعني ميبي ممكن يكون حد عمل التطبيق ده يعني او عنده الفكرة او عمل ويب سايت، فياريت لو في حاجة زي دي موجودة تسيبها لنا في كومنت بحيث ان احنا نشيرها ونفيد الناس او نساعد الناس، مش كل مرة نروح يقول لك ارجع مش عارف هات لي فيش مش عارف ايه. انا لو كنت عرفت من الاول كنت اروح اخلص كل الحاجات دي واروح اخلص مصلحتي في يوم. يعني يمكن حد بالنسبة لي الموضوع ان هو ياخد اجازة من شغله ويروح يخلص المصلحة دي عادي ما فيهاش اي مشكلة، لكن سنس ان انا ماي اون باس يعني، لكن حد تاني شغال شغل من 9 ل 5 صعب جدا ان هو ياخد كام يوم اجازة، لان غالبا مفيش مصلحة بتتقضى في الحكومة من يوم واحد، يعني غالبا انت هتتأخر، حتى لو ورقك كله جاهز هيكون الموظف اللي عنده الختم غايب، يعني معروفة يعني سأل اي حد. يعني لو في حد عنده الامكانية ان هو يعمل الابليكيشن ده او الموقع ده او ايا كان الخدمه اللي هتسهل فعلا حياه الناس في مصر، وهو هي يعني هي مش حل للبيروقراطيه اللي احنا عايشين فيها، ولكن هي طريقه لتسهيل الموضوع. فكرة بمليون جنيه للي عايز يطبقها يعني، ولو ما حدش طبقها هطبقها انا وهعمل الابليكيشن ده يعني. فلو هتطبق قول اوكي علشان يعني ايه ما نخشش على شغل بحر. اوكي جايز، في حاجه انا عايز برضو يعني في تعليقات حلوة جدا جدا جيت على الفيديو بتاع التعليم اللي هو ازاي يعني امتى تسيب التعليم، فده يعني لفت نظري جدا التعليق ده. رغم اني بشوف كل فيديوهاتك وخاصة دروس اونلاين لا اتفق معاك في نظرتك للمستقبل، لان التعليم هو الاساس والتفوق الدراسي مهم جدا. ادعو الشباب الى الاصرار على التفوق في كليتهم، هناك مهندسين واطباء متفوقين جدا. على فكرة انا استشاري اطفال وبنتي استاذة في طب القاهرة والتانية طبيبة أسنان. حثت الشباب على التعليم والتفوق حتى لو خارج البلاد، اطلبوا العلم ولو في الصين. أرجو أن ترى وتنظر إلى اليابان. ده من الدكتور عبد العزيز جودة. طيب يا دكتور، يعني هو يسعدني إن حضرتك يعني بتتابعني، ده شيء يسعدني جدا. بس في حاجة حضرتك مش واخد بالك منها، إن احنا عايشين في مصر مش في اليابان، وإن علشان فعلا التعليم يطلع بالشكل اللي زي اليابان لازم يكون في رؤية زي اللي كانت عند اليابان وهي بتحط نظامها التعليمي، أو لازم يكون في إيمان إن التعليم أصلا مهم وإن التعليم ده هو الأساس اللي هيخلينا نطلع لقدام. لازم يكون في رؤية أساسا، أو لازم يكون في إرادة أو رغبة إن احنا نطلع لقدام أصلا. بس بعيدا عن الكلام الكبير ده، this is not دي مش اليابان، يعني احنا مش في اليابان، والحلول اللي احنا بنقدمها هي مش حلول جذرية، ولكن هي ازاي تتعامل مع وضع انت مش قادر تغيره او صعب انك تغير او هو مش هيتغير دلوقتي او هيقعد فترة طويلة على هذا الوضع، فازاي تتعامل معاه. حتة ان حضرتك استشاري واولاد حضرتك اطباء فده شيء كويس جدا. اكيد حضرتك سيدي عارفين المعاناة الاطباء بيقابلوها وعدم التقدير المادي والمعاناة يعني هل العائد اللي بيجيله بعد كل السنين دي بيتوافق مع المجهود اللي بيبذله؟ يعني اعتقد بدل العدوى 17 جنيه باين دكتور. فالفكرة ان كفة الميزان مش راكحة خالص دلوقتي، فانا يعني بقول للناس استعدوا من الوظائف اللي جاية في المستقبل.
يعني فكرة ان اعتمادك الاساسي يكون على الكلية او على التعليم ده مش سمارت او مش حاجة ذكية. يعني لازم تبص قدام ايه الوظائف اللي هتبقى مطلوبة قدام. محتاجين programmers، محتاجين data analysts، محتاجين حاجات كتيرة جدا. يعني اي نعم احنا محتاجين محاسبين، محتاجين دكاترة، محتاجين مهندسين، بس اوريدي احنا عندنا فائض كبير جدا من دول. فلو في فرصة ان حد يخش ويدمي نفسه في الحاجات التانية ديت اللي هي هتبقى عليها طلب في المستقبل، فدي هيبقى فرصة كويسة ان هو يعيش حياة كريمة بمرتب محترم، خاصة ان معظم الحاجات دي ممكن تتعامل كفريلانسنج او ان انت تتعامل مع شركات برة، فيعني المرتبات هتبقى ادمية شوية. فيعني long story short، انا احترم وجهة نظر حضرتك جدا، بس انا مؤمن جدا بوجهة نظري لحد حالا، يعني ما فيش حاجة حصلت تغير لوجهة نظري يعني، وبناء برضو على تجربتي وعلى تجربة ناس كتير حواليا واكبر مني وادي في السن والكلام ده كله. يعني سوري لو اليوم ما فيش حركة بقى وفلوج وكده، بس ليترلي لو كنت صورت الوضع وانا واحنا مستنيين بائس الصراحة، يعني كان وضعي بائس النهاردة. فالحمد لله، الحمد لله ان هو عدى على خير. yeah. مسافر سوهاج بكرة، ف yeah. really really excited about it. حبايبنا في سوهاج، نشوفكم ان شاء الله قريب. سلام.